على جميع الانبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. اود في هذه الليله وفي الوقت المتاح ان اتحدث عن عدد من الموضوعات. اولا طبعا بالاختصار الذي يتسع له الوقت الذي يمكن اليمن. ثانيا كلمه عن العراق. ثالثا تطورات سوريا رابعا لبنان وخصوصا موضوع القلمون والسلسله الشرقيه. اولا ابدا من اليمن. قبل أربعين يوما اعلن النظام السعودي حربه على اليمن تحت اسم عاصفه الحزم وحدد لها رسميا مجموعه من الاهداف. اعلن الناطق الرسمي اعلن بيان التحالف وأيضا الإعلام السعودي، الإعلام، فضائيات عاصفة الحزم كما أسميها، المسؤولون السعوديون في مناسبات مختلفة، تحدثوا عن تلك الأهداف. بعد 26 يوما من العدوان، يعني بتاريخ 21 نيسان 2015، أعلن التحالف العدواني انتهاء عاصفة الحزم. لأنها بحسب قوله حققت كامل أهدافها. وبالتالي اعلن الانتقال الى عمليه جديده سماها عمليه اعاده الامل للشعب اليمني، والتي حدد لها ايضا اهدافا معينه ناتي على ذكرها بعد قليل. منذ ذلك الوقت ما زالت ما يسمى بعمليه اعاده الامل مستمره. يعني العدوان ما زال مستمرا. نحن مجددا امام عملية خداع وتضليل كبيرة جدا تمارس منذ ايام، يعني منذ اعلان انتهاء عاصفة الحزم الى اليوم. وهذا الخداع طبعا كبير وخطير جدا، يجب ان نتوقف عنده قليلا في نظرة تقييمية، وبعدين اختم في الموضوع اليمني بموقف ادعو اليه. لما نجي للعنوان العنوان الأول الادعاء السعودي بتحقيق كامل الأهداف هذا أكبر خداع وتضليل عم يمارس منذ إعلان وقف عاصفة الحزم نظريا يعني الناطق الرسمي الإعلام السعودي المسؤولون السعوديون الإعلام العربي قوى سياسية كتاب صحفيون مسيحو جوخ بدكم كلهم تحدثوا وباركوا وهنأوا بالانتصار العظيم الذي حققته السعودية خلال 26 يوما على اليمن تحت اسم عاصفة الحزم التي حققت كامل أهدافها وهذا ما أعيد ذكره اليوم في قمة مجلس التعاون الخليجي يعني تأكيد على أن العاصفة حققت كامل أهدافها للأسف الشديد أنه هذا الموضوع يعني اليوم بالعالم العربي بالعالم الإسلامي بالعالم كله لأنه إعلام الفريق الآخر نحن نعترف بان اعلام فريقنا عموما او الفريق المعتدى عليه في هذه الحرب ليس بقوه ولا بامكانيات ولا بامتدادات ولا بسعه اعلام عاصفه الحزم. طيب هل يقبل اي انسان بهذا الخداع وهذا التضليل؟ انا كمواطن عربي احق لي يحق لي ان اسال طالما ان المعركه باسم العرب والعروبه. دلوني على الأهداف التي تحققت دلوني على هذه كامل الأهداف التي تحققت مش بعد 26 يوم من بدء العدوان إلى اليوم اليوم الأربعين من بدء العدوان طيب مش كل الأهداف دلوني على هدف واحد تحقق منذ بداية العدوان إلى إعلان انتهاء عاصفة الحزم إلى اليوم يعني بعد أربعين يوما هل أعادت السعودية أو النظام السعودي وحلفاؤها الشرعية المدعاة إلى اليمن هل أعادت عبد ربه منصور إلى اليمن إلى عدن أو إلى صنعاء هل تمكنت من منع تمدد الجيش اليمني واللجان الشعبية إلى حيث يريدون التمدد هل أع... هل صادرت سلاح أنصار الله كما ورد في أهداف عاصفة الحزم هل تمكنت من تحقيق أه أي من الأهداف التي أه ذكرتها يعني بقية الأهداف اللي حتى يوم الجمعة من مدي نحن حكينا وغيرنا حكي وذكرنا وعد وعددنا ما ذكروا من أهداف ما تحقق شيء على الإطلاق هل استطاعوا أن يعيدوا في الهدف الحقيقي أن يعيدوا هيمنتهم على اليمن لم يستطيعوا هل طردوا أو قضوا على الهيمنة الإيرانية المدعاة المفترضة المتوهمة بكل بساطة لننتهي من الخداع الأول وأقول دلوني على هدف واحد وليس عن كامل أهداف عاصفة الحزم قد تحققت حتى الآن وليس إلى ما قبل بدأ ما سمي بعملية إعادة الأمل طبعا في هذه النقطة نحن أمام فشل سعودي ذريع وواضح وانتصار يمني صريح وواضح أيضا وهذا الفشل السعودي سببه الأول وبالدرجة الأولى بعد فضل الله سبحانه وتعالى هو ثبات اليمنيين وصمودهم وصلابتهم وشجاعتهم وتماسكهم واحتضان الشعب اليمني للجيش وللجان الشعبيه هذا هو السبب الذي منع تحقيق اي هدف من اهداف عاصفه الحزم، قد تكون هناك اسباب اخرى ولكنها تبقى اسباب معينه ومساعده. اذا حتى هذه النقطه نحن امام فشل وهزيمه سعوديه واضحه وانتصار يمني واضح، هون عم نحكي عن جوله، ما عم نحكي بعد عن كل الحرب. جاءت العنوان الثاني، الجولة الثانية تحت عنوان عملية إعادة الأمل. هنا أيضا خداع آخر للتغطية على الفشل الذي حصل في الجولة الأولى وللتغطية أيضا عن على العجز الذي بدأ في الجولة الأولى. يعني هذا النظام ومن معه أدركوا جيدا أنهم عاجزون عن تحقيق هذه الأهداف. طيب هم وضعوا اهداف كبيره اهداف تحتاج الى الى حرب طويله وايضا الى يمكن الى عمليه بريه واسعه وهم لا يجرؤون على هذه العمليه البويه الواسعه وما زالوا يبحثون عن جيوش يستاجرونها وقد سمعنا في هذه اليوم او امس انه بعض الجنود السنغاليين سياتون ليقاتلوا في السعوديه، على كل حال انتقلوا الى وضع اهداف تحت عنوان عمليه اعاده الامل، الى وضع اهداف تبدو متواضعه وقابله للتحقق، يعني هون الخداع. الخداع هو انه غير عنوان العمليه او الحرب من عاصفه الحزم الى اعاده الامل، اعتبر ان اهداف عاصفه الحزم كلها تحققت، وضع اهداف متواضعه لعمليه اعاده الامل حتى لا يطالب بالفشل لاحقا. لأن هذه الأهداف المتواضعة يمكن له أن يدّعي أنه يحققها أو ينجزها. لو جينا لهذه الأهداف شوي بالنص تبعه البيان اللي أعلن بدأ عملية إعادة الأمل وانتهاء عاصفة الحزم قال: والتي سيتم خلالها العمل على تحقيق الأهداف التالية، هذا النص الحرفي تبعه. واحد: سرعة استئناف العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن كذا والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اثنين استمرار حماية المدنيين ثلاثة استمرار مكافحة الإرهاب أربعة الاستمرار في تيسير إجلاء رعاية الأجانب وتكثيف المساعدة الإغاثية والطبية للشعب اليمني في المناطق المتضررة وإفساح المجال للجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية خمسة التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للميليشيات الحوثية ومن تحالف معها بحسب نصه وعدم تمكينها من استخدام الأسلحة المنهوبة من المعسكرات أو المهربة من الخارج ستة إيجاد تعاون دولي لمنع وصول الأسلحة جوا وبحرا إلى الميليشيات كذا وكذا وكذا أي الأهداف تبع عملية إعادة الأمل طبعا هو ليس صادقا في إعلان هذه الأهداف وجعلها بعد شوي ومازال زال هدفه الحقيقي هو الهدف الأول السيطرة على اليمن إخضاع اليمن إعادة اليمن إلى الهيمنة الأمريكية والسعودية والآن يتضح أكثر أنه إذ عجز عن تحقيق إعادة الهيمنة والإخضاع سيقوم بتدمير اليمن على رأس أهله وشعبه هذا هو الذي يجري الآن بالفعل على كل حال لو عدنا الى هذه الاهداف المعلنه لعمليه اعاده الامل، نعم هي اهداف بيقدروا يدعي انه هي قابله للتحقق. طيب هيا امشوا لينا نعمل حوار سياسي. نحن قال هني عم يدعوا انه عم يحموا المدنيين، بيطلع بيقصف، شو هدف القصف؟ بقول لك حمايه المدنيين، مكافحه الارهاب والحصة منع وصول السلاح ما هذا كان موجود. والتصدي للتحركات والمشاكل إذا عمليا هو نزل عن نص الشجرة عن رأس الشجرة لا شوي لكعبة بدعوى أنه هديك الأهداف هو بيدعي أنه تحققت وما تحقق منها شيء ووضع أهداف يستطيع أن يقول أنها تتحقق أو أنه يحقق فيها إنجازات وهذا تعبير في الحقيقة أيضا هذا الخداع الثاني تعبير عن العجز الخداع الثالث في المسار العملي لاهداف عمليه اعاده الامل انه هو يدعي انه يخدم هذه الاهداف طب نشوف حقيقه هل هو يخدم هذه الاهداف يعني حمايه المدنيين منذ بدايه عمليه اعاده الامل الى اليوم الغارات والقصف بكل اشكاله يستهدف البيوت والاحياء السكنيه والاهداف المدنيه كما كان منذ بدايه الحرب. حمايه المدنيين يعني بالمزيد من قتل المدنيين. بل اكثر من ذلك استخدام اسلحه محرمه دوليا من خلال ما كشفت عنه بعض المنظمات الدوليه عن استخدام العنقود القنابل العنقوديه وهي اخطر ما يكون على المدنيين. ونحن في لبنان عشنا هذه التجربه وما زلنا نعاني فيها بعد عدوان تموز 2006. طيب مكافحه الارهاب هذا هدف من اهداف اعاده الامل، مكافحه الارهاب شو النتيجه؟ تقديم السلاح والذخائر للقاعده، التحالف مع القاعده وميليشيات هذه، توسع القاعده وسيطرتها على مناطق لم تكن موجوده معها في السابق، و قصف الجيش اليمني واللجان الشعبية لمنع تقدمه باتجاه أماكن تتواجد فيها القاعدة هذا بالعكس اللي عم يعملوا خلاف العناوين المدعات مثلا تكثيف المساعدة الإغاثية ماذا حصل حتى الآن؟ منع وصول أي مساعدة إنسانية إغاثية من أي مكان في العالم بالمطلق بل أسوأ من ذلك اللجوء إلى ضرب المطارات وخصوصا مطار صنعاء وتدمير مدرج المطار في الحادثة المعروفة عندما خرقت طائرة إيرانية مدنية الأجواء اليمنية وأرادت أن تنزل في صنعاء وهي تنقل مساعدات إغاثية قصفوا المطار حتى لا تتمكن هذه الطائرة من الهبوط هذا اللي اسمه تسهيل وتكثيف المساعدات الإغاثية العملية السياسية ما قاموا به الآن هو تعقيد العملية السياسية وابعاد الحوار السياسي لانه بدل ما ينتظروا المبعوث الدولي او الاممي ليجي هو ويدعي كل الاطراف للحوار على ارض محايدة يعني في بلد لم يشارك في العدوان على اليمن وهذا شرط اعلنته والتزمت به القوى الاسلامية والوطنية اليمنيه الرافضة للعدوان مع ذلك السعوديه اوعزت الى صاحبها عبد ربه منصور ان يدعو الى مؤتمر للحوار خلال ايام يمكن 17 شهر في الرياض يعني شو؟ يعني لا يريدون لهذا الحوار ان يتشكل ولهذه الطاوله ان تتكون ولهذه العمليه السياسيه ان تنطلق هذا اسمه تعقيد وتعطيل للحوار وليس دفع للحوار. الخداع الثالث او الرابع هو إيهام العالم والمجتمع الدولي أن السعودية أوقفت الحرب على اليمن هي أعلنت وقف عاصفة الحزم وأن ما تقوم به عملية يعني لها أهداف محدودة وضيقة ومشاكل وهذا هذا ليس فقط خداع وإنما هو كذب وتزوير الحرب بعد إعادة الأمل هي هي منذ أربعين يوما لم يتغير شيء بل ازدادت عنفا وازدادت قسوه وازدادت بشاعه واجراما ولم يتغير شيء سوى العنوان والاهداف المدعات المعلنه. طيب اليوم يتضح اكثر من اي وقت مضى هدف هذا العدوان ويتضح ايضا ان الشعب اليمني والجيش اليمني والقوى الوطنيه في اليمن ترفض الخضوع والانصياع والعودة إلى زمن الهيمنة ومصر على سيادتها وحريتها واستقلال بلدها ومواجهة العدوان هذا واضح بعد أربعين يوم مثل ما حكينا قبل عشر أيام قبل أو أكثر قبل جمعتين أنه لا يبدو أي علامة من علامات الانكسار هذا ما زال قائما حتى الآن بل بدأت هذه هذه القوى اليمنية الجيش اليمني واللجان الشعبية والقبائل ومشاكل تأخذ شيئا من زمام المبادرة في المناطق الحدودية وفي الوضع الميداني ما زالت تتقدم وباعتراف إعلام إعلام وفضائيات عاصفة الحزم ولا ما معنى أن يقوم الطيران السلاح الجوي السعودي مثلا ب120 او 150 غاره خلال ساعات على منطقه محدده في عدن هذا كل اللي بيعرفه بالعسكري بيعرفوا هذا شو مدلولاته اذا هناك اراده يمنيه قاطعه وحاسمه بعدم الخضوع وعدم الاستسلام وعدم التراجع هذا شان اليمنيين واراده اليمنيين وقرار اليمنيين لكن يبقى شيء اخر هو مسؤوليه العالم ومسؤولية الدول ومسؤولية الشعوب ومنها شعوب منطقتنا أيضا في مواجهة ما يقوم به هذا العدوان على المستوى الإنساني يعني هذا الحصار البحري والبري والجوي منع وصول المواد الغذائية والأدوية والمواد الطبية والوقود و ليس فقط منع الوصول بل منع انتقال هذه المواد الغذائية أو الطبية أو الوقود داخل البلد داخل اليمن وقصف كل الأماكن التي يمكن أو يفترضون أن فيها أدوية أو قمح أو مواد غذائية أو وقود هذا الذي يجري الآن منظمات الدولية تتحدث عن وضع إنساني خطير وكبير وكارثي بالتاكيد هذا لن يفت من عضد اليمنيين، يعني انا حكي عن هذا الموضوع من باب ان على العالم ان يتحمل مسؤوليته، والا انا اقول لهؤلاء المعتدين ان هذه السياسه او استراتيجيه سموها ما شئتم، يعني الضغط على المقاومين او المقاتلين او اصحاب الاراده الحره، الضغط عليهم من خلال قتل اهلهم وقصف نسائهم وأطفالهم وتدمير بيوتهم هذه سياسة فاشلة لم تؤدي إلى مكان في الماضي هاي تجربة فيتنام شو بدنا بفيتنام هاي غزة هذا لبنان في كل حروب إسرائيل استهدفت استهدف المدنيون والناس حوصرت غزة وما زالت محاصرة في حرب 33 يوم حوصر لبنان وضرب كل شيء ولكن هل فت من عضد المقاومة هل أضعفها هل أوهنها هل فود عليها أن تتراجع الإطلاق دفعها أكثر للثبات ولصنع الانتصارات أنا أقول لهؤلاء المعتدين إن كل ما تقومون به على المستوى الإنساني لن يغير من معادلة الصراع شيئا بل سيزيد وجوهكم قبحا وشناعة وسيزيد الشعب اليمني قناعة بعدوانيتكم وظلمكم وتجبركم وسيوحد هذا الشعب خلف أولئك الذين يقاتلون دفاعا عن سيادته واستقلاله ووحدته وكرامته إذن لا أريد أن أدخل من هذه الزاوية وإنما من زاوية أن على العالم أن يتحمل مسؤولية على هذا الصعيد يجب أن تعمل دول, دول العالم وخصوصا دول الإسلامية والعربية على فك هذا الحصار على إيصال المساعدات الطبيه والغذائيه ومستلزمات الحياه للشعب اليمني من خلال مجلس الامن الدولي، من خلال مؤسسات دوليه، من خلال خرق الحصار باي ثمن وباي شكل وهذه ايضا هي مسؤوليه الشعوب وانا ادعو الجميع الى تحمل مسؤولياتهم على هذا الصعيد، ولا اعيد واؤكد رغم كل هذا الجانب الانساني الماساوي، ما نشهده داخل اليمن المزيد من البطوله والحماسه والثبات حتى على المستوى الشعبي والمدني وان هذه السياسه وهذه الاستراتيجيه لم لم تؤدي الى هزيمه اي شعب ما دام يملك الاراده والقياده والتصميم والعزم والشهداء. هذا في الموضوع اليمني احببت ان اقاربه بهذه الحدود. ثانيا كلمه في موضوع العراق. بعد سيطرة داعش على الموصل وعدد من المحافظات العراقية قبل أشهر وتهديدها لبنية لبقية المحافظات وكذلك لدول المنطقة أردن السعودية وكويت وإلخ أعلن عن تأسيس تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة داعش إذا بتتذكروا هون على الشاشة ما كان احتفال كان حديث مثل الليلة قلنا في ذلك اليوم ان امريكا ليست جاده في الحرب على داعش ولا في مواجهه داعش. والموضوع بده ياخذ وقت وليست مستعجله على هذه المواجهه وانها ستعمل على توظيف خطر داعش وتهديد داعش وسلوك داعش بدها توظف هذا كله لتنجز مشروعها في المنطقه. وقلنا في ذلك الوقت ان مشروع امريكا في العراق وفي المنطقه هو تقسيم هذه الدول تقدروا ترجعوا لهذه كل هذا حكي معروف تقسيم هذه الدول على أسس طائفية وعرقية يعني مثل العراق من أسمه عرب وكرد ومن أسم العرب سنة وشيعة وهكذا عندما نذهب إلى سوريا نقسمها على أساس طائفي أو على أساس عرقي وعلى أساس عرقي عندما نذهب إلى اليمن على أساس طائفي أو على أساس جهوي عندما نذهب إلى ليبيا عندما نذهب إلى أي بلد آخر قلنا أن الهدف الحقيقي لأمريكا هو إعادة تقسيم دول المنطقة على أسس طائفية وعرقية يعني تصوروا في قدامنا دول كلها ضعيفة ومقسمة بطريقة ملتبسة وفي من يحرض فيما بينها يعني دول متنازعه، يعني احنا رايحين في المنطقه على شرعنه حروب اهليه قد تستمر لمئات السنين، هذا ما تريده امريكا واسرائيل لنا ولشعوبنا ولدولنا ولحكوماتنا. هذا ما قلناه في بدايه احداث داعش والموصل. اليوم يكشف الامريكيون عن نواياهم، اليوم وصلوا للمحل اللي بدهم ينفذوا. طيب اول خطوه على طريق شرعنة او تحويل يعني شرعنة تقسيم العراق وتحويله الى تقسيم رسمي هو ما يعمل عليه الكونغرس الامريكي الان في اصدار قانون يأمر أو يطلب أو يجيز للحكومة الأمريكية أن تسلح مكونات عراقية بمعزل عن الحكومة العراقية المركزية يعني صار كأنه عم يتصرفوا أنه هاي الحكومة العراقية هي للشيعة وفي مكون سني من نتعاطى معه كأمريكان بشكل مباشر وفي مكون كردي من معه بشكل مباشر يعني ما عاد في بلد واحد ولا حكومة مركزية <applause> هذا كما فهمه الجميع هو بدايه. طيب شو في داعي يعني هذه الحجه التي يتم اعتمادها الان، هل هي حجه منطقيه على الاطلاق. من بدايه الاحداث تبع الموصل وداعش كلنا كلنا يتذكر ان المرجعيه الدينيه العليا في النجف الاشرف عندما دعت الى الجهاد الدفاعي ومواجهة داعش لم تدعو للدفاع عن مناطق دون مناطق أو محافظات دون محافظات أو مكون دون مكون وإنما دعت للدفاع عن كل العراق عن كل الشعب العراقي عن كل الأرض العراقية وعن السيادة العراقية بدون أي تمييز الحكومة العراقية أيضا ما على هذا الأساس القوات العراقية الحشد الشعبي قتالهم ليس على أساس عرقي ولا على أساس طائفي ولا على أساس مناطقي والشاهد هاي محافظة صلاح الدين المصنفة بحسب التصنيفات المؤسفة أنه هاي منطقة سنية محافظة سنية هناك لطالما سقط شهداء من الجيش العراقي وقوات الأمن والحشد الشعبي إذا في العراق العراقيون لا يتصرفون على أساس هاي محافظتنا وهاي محافظتكم كل واحد يقلع شوكه بايده لا ليس كذلك المرجعيه العليا والحكومه والمجلس النيابي والقوى السياسيه الاساسيه في البلد هي لا تتصرف على هذا الاساس الاسوا من ذلك فإذا ما في حجه الامريكان لحتى يروحوا بدهم يعطوا سلاح لمكونات عراقيه بشكل مباشر الاسوا من ذلك ان الأمريكيين لا يفون بالتزاماتهم وعقودهم حتى البيع والشراء مع الحكومة العراقية فيما يتعلق بالسلاح والذخائر المطلوبة إذا من الواضح أنه في محاولة أمريكية لتعجيز الحكومة العراقية وتعجيز القوات العراقية عن مواجهة خطر داعش في الأنبار وفي الموصل واستغلال هذا الأمر لفتح علاقة مباشرة وإيجاد حجة لتسليح مباشر لمكونات عراقية تعني الوصول إلى مرحلة تقسيم هذا الأمر على درجة عالية جدا من الخطورة مبكرا أعلنت أيضا المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف موقفها الواضح والصريح من هذه الخطوة الأمريكية الخطيرة ورافضة لكل هذه الإجراءات وهذه الخطوات وطالبت الجميع باتخاذ الموقف التاريخي والمناسب وكذلك الحكومة العراقية مجلس النواب العراقي قيادات علمائية وسياسية وتيارات وأحزاب عراقية عديدة وبعضها كان عالي السقف أيضا طيب هل الأمر على هذه المستوى الخطوة؟ نعم أنا اليوم ممكن حدا يقول طيب عم تحكي بشأن عراقي نحن غير العراقيين يعني شو مسؤوليتنا بهذا الموضوع مسؤوليتنا أيضا أن نرفض هذه الخطوة لأن الموضوع ليس موضوع عراقي بمعزل عن المنطقة موضوع لا يبدأ بالعراق وينتهي بالعراق يا شعوب منطقتنا يا حكومات منطقتنا أيها أيتها الأجيال الحاضرة التي تواكب هذه التحديات عليكم أن تعرفوا أن هذه الخطوة تؤسس لمرحلة خطيرة جدا 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 ما يحضر له من خلال هذه الخطوة دمشق يعني رايحين على تقسيم العراق سيلحق به تقسيم سوريا تقسيم اليمن تقسيم دول أخرى وأنا هنا يجب أن نحذر حتى الدول المتواطئة مع الولايات المتحدة الأمريكية على تقسيم العراق أو سوريا أو اليمن سيصل إليها التقسيم حتما وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية لذلك جيلنا لا يجوز أن يسكت على هذا الأمر شوفوا بالسابق كان وهلا بينقال نفس المنطق اللي كان لما بدات العصابات اليهوديه تسيطر على فلسطين. هذا شان عراقي انت لبناني شو خصك؟ او هذا شان يمني انت عراقي شو خصك؟ او هذا شان سوري انت مصري شو خصك؟ هذا خطا قاتل. هذه المنطقه مصيرها واحد، تاريخها واحد، مستقبلها واحد، حاضرها واحد، تحدياتها واخطارها واحده. لا يجوز أن, ترت... ان يرتكب جيلنا نفس الاخطاء التي ارتكبها الجيل او الاجيال التي استسلمت وتراجعت وضعفت وتخاذلت وسلمت فلسطين لاسرائيل الذي يعاني من اسرائيل اليوم ليس الجيل الذي استسلم وتخاذل وانما اجيال واجيال واجيال وما زلنا حتى الان نعاني واولادنا واحفادنا واولاد احفادنا سيبقون في المعاناه ان لم نتحمل نحن المسؤوليه، كذلك في هذا المشروع التقسيمي الخطير الذي يريد ان يدخل المنطقه في حروب الدول العرقيه والطائفيه لمئات السنين، اين سيكون مصير شعوب هذه المنطقه؟ كرامتهم وعزتهم ورزقهم ومعاشهم لانه على طول بيقولوا لي انت بتحكي بالكرامه والعزه، ما بشوفك عم تحكي عن عن الاكل والشرب والمعاشات. هل سيبقى شيء لشعوب هذه المنطقة في ظل حروب؟ طيب اليوم قد في مهجرين وقد في لاجئين وقد في جائعين وقد في اقتصادات عم تدمر وقد في فرص حياة عم بتضيع أصل وشرط أساسي لأي تنمية لأي وضع اقتصادي سليم لأي حياة معقولة وكريمة هو الأمن والاستقرار الأمن الحقيقي والاستقرار الحقيقي هذا ما يراد أن تسلبه هذه المنطقة من خلال تقسيمها إلى دول متحاربة لتبقى أمريكا هي الحكم وإسرائيل هي المسيطرة إذا ما ندعو إليه اليوم وعدم الاستهانة بهذه الخطوة يجب التصدي لها على كل صعيد ومنعها يجب وأد هذه الفتنة هذا المشروع في مهده إذا هذه الخطوة تم قطع الطريق عليها يمكن قطع الطريق على خطوات أخرى ثالثا في موضوع سواوية هلا <applause> موضوع سويويا بدي احكي شوي بشفافيه زايده في بعض الامثله اللي بدي اضربها. في الاونه الاخيره وبعد سقوط مدينه جسر الشغور في محافظه ادلب بيد الجماعات المسلحه. شهدنا <applause> وشهد السواويون واللبنانيون والمنطقه عموما موجه من الشائعات. والضخ الاعلامي على الفضائيات ووسائل اعلام مختلفه ومقالات واخبار وتركيبات وايضا على مواقع التواصل الاجتماعي هي طبعا كلها حرب نفسيه شعواء وبتعرفوا انه اصلا هاي المنطقه هي منذ سنوات طويله في غرف سوداء هي تدير حرب نفسيه منذ سنوات طويله وتتجدد هذه الحرب النفسيه لتستفيد من اي فرصه او ثغره او حادثه يمكن التسلل من خلالها لشن موجات من الحرب النفسيه على الناس. طبعا بعض هذه الشائعات ركزت ايضا على جوانب وابعاد طائفيه. هلا كل الغلط شو كان ينقال؟ يعني اللي بدهم يوصلوا له واللي عبروا عنه واللي حكوا بالاعلام وبعض المقالات ما يلي انه بعد مدينه جسر الشغور نحن بدنا نحاول نكون واقعيين لذلك بدي احكي بشفافيه وقبلها كانت مدينه ادلب ايضا سقطت في يد المسلحين يعني انتهى النظام يعني هذه هي ايامه الاخيره واسابيعه الاخيره هذا اللي اشتغلوا عليه انا عم بختصره بس لعل عليه بديش يكون جزء من الحرب النفسيه الجيش السوري فقد قدوته على المواجهة ويتهاوى بعض ال... بعضهم قال أيضا في سياق هذه الحرب أن حلفاء سوريا تخلوا عنها إيران باعتها في النووي روسيا أيضا مدري وين باعتها حلفاء سوريا يتخلون عنها الوضع داخل سوريا أيضا بالشائعات وبالأكاذيب وضع صعب الناس عم تفكر وين بدها تهرب وين بدها تروح وين بدأ تلجا يعني تصوير عجيب غريب مثلا من الاكاذيب لانه قالوا انه الساحل السوري اصبح يعني على قاب قوسين او ادنى من السقوط وبالتالي هم ذكروا هون ذكرت الموضوع الطائفي ان اعداد هائله من العلويين يأتون أو يزحفون من الساحل السوري باتجاه الحدود اللبنانية وأن الحكومة اللبنانية تمنعهم من الدخول وحزب الله يضغط على الحكومة اللبنانية للسماح لهم بالدخول إلى لبنان يعني كذب بلاش كذب بلاش أو مثلا بعض الشائعات التي أشيعت أن والله النظام في سوريا طلب من العلويين على سبيل المثال في دمشق او في منطقه معينه من دمشق ان خلاص ان يغادروا ويخرج من دمشق، لا ما له اي اساس من الصحه. اذا ما نحن ما كنا امامه وما نحن امامه الان هو حرب نفسيه تريد ان تنال من اراده السوريين ومن عزيمتهم ومن صمودهم وتريد ان تحقق بالاكاذيب وبالشائعات وبالحرب النفسيه ما عجزوا عن تحقيقه خلال حرب كونية على سوريا منذ أربع سنوات طبعا أحيانا هذا النوع من الشائعات عم ينفع مثلا بالموصل بصلاح الدين بهذه التجربة مال في العراق نفع يعني جزء كبير من الحرب كان حرب دعائية وحرب نفسية أولا خلينا نعقب على هذا الموضوع أولا يجب أن لا يصغي أحد لهذه الأكاذيب ولهذه الشائعات ولهذه الحرب النفسية هذا بالعنوان العريض يجب ان ندرك جميعا وبالخصوص كسوريين وكلبنانيين ان هذا الذي يقال هذا كله في الحقيقه حرب نفسيه. وهو ليس بجديد. نحن من اربع سنين عم نسمع النظام خلص والجيش خلص والناس بدأت تستسلم والناس بدأت تهرب والناس, والناس 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 والناس. مع العلم انه عندما كنا نسمع هذا الكلام قبل اربع سنوات كانت الظروف اصعب واقسى مما هي عليه الان ظروف داخل سوريا المعارك داخل سوريا في دمشق في حلب في حمص في داخل المدن في كثير من المناطق الوضع الاقليمي الوضع الدولي الان الامور مختلفه كثيرا تحولات وتطورات دوليه واقليميه وداخليه في سوريا ايضا حصلت خلال هذه السنوات تجعلنا بعيدين جدا عن كل هذه التكهنات <applause> مثلا مما قيل خليني نجاوب عليهم واحد 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 ما يقال عن الموقف الإيراني غير صحيح وقبل أيام عندما خطب سماحة الإمام الخامنة إدام ظله حكي عن هذا الموضوع بالتحديد وقال نحن نفاوض على النووي وما في شيء غير النووي وحتى نحن وعم نفاوض على النووي نحن حريصون جدا على على مصالح حلفائنا ولن يكون هناك شيء على حساب حلفائنا هذا كلام فاضي أن إيران تخلت عن سوريا أو في وارد تخلي عن سوريا روسيا كذلك في الحد الأدنى لأنا ما بعرف في روسيا كما مثل ما بعرف في إيران لكن لا يوجد أي مؤشر أي مؤشر ولو صغير جدا يقول لنا أن القيادة الروسية مثلا هي في وارد أو بدأت تتخلى عن الوضع في سوريا نعم ما يحصل احيانا في الميدان يجب ان نفتش عن اسبابه الميدانيه والله سقطت ادلب، طيب خلينا نروح نشوف ليش سقطت ادلب؟ وضع المسلحين، وضع الجيش، وضع القوات، في خلل ما في خلل بالاداره، بالقياده، باللوجيست بالكذا سقطت جسر الشغور، طيب ليش؟ يعني خلينا نروح نفتش على الاسباب الميدانيه مش دغي وناخذها على الدولي والاقليمي والحلفاء والوضع الداخلي واراده النظام والجيش طيب كيف هذا النظام يتهاوى وهذا الجيش ينهار وهو يقاتل في جبهات كثيره ويصمت في جبهات كثيره ويحقق انجازات يوميه احيانا كيف يعني كيف نجمع بين بين القولين الصحيح عندما يحصل اي خلل في اي مكان أن نذهب لندقق في الأسباب التي أدت إلى هذا الخلل أو إلى هذه الثغرة والعمل على معالجتها وعدم تكرارها. في أي حرب أيها الإخوة والأخوات، في أي حرب، في جولات. من يربح الجولة لا يعني أنه ربح الحرب. ولطالما ربح الجيش السوري والدفاع الوطني والدفاع الشعبي والقوات الشعبية وحلفاء سوريا جولات منذ أربع سنوات إلى اليوم، ولكن لم يدعوا أنهم ربحوا الحرب. وقد يخسر الإنسان جولة هذا لا يعني أنه خسر الحرب لطالما ربح الجيش السوري ومن معه خلال السنوات الماضية جولات طويلة وعريضة وكبيرة لذلك نحن الآن أقصى ما يمكن أن يقوله ولهم أن يقولوا أن هناك جولة في مكان ما والله خسرها هذا الفريق وبحها هذا الفريق لكن أن يبنى على هذه الجوله او تلك الجوله نتائج متسرعه ويتم استغلالها في هذه الحرب النفسيه وامر بعيد عن الواقع ولطالما هؤلاء الذين شنوا الحروب النفسيه لطالما خيبوا جمهورهم واتباعهم وخيبوا انفسهم وخابت امالهم عندما كانت عندما كان المشهد الميداني يتغير في جولات اخرى. وهو يتغير الآن في العديد من الجولات وسيتغير إن شاء الله طيب إذا موضوع هاي حدوده ولا يجوز أن أن يتأثر أحد بهذا الأمر طبعا بلبنان نحن في عنا ناس يعني كتير عجولين أنه من أربع سنين مستعجلين وبعدهم مستعجلين وبسرعة بيهنوا بعضهم وبعدين بيكتشفوا أنه هذا عرس كاذب لا في عريس ولا في عروس وعم يضحكوا على بعضهم بكل أحوال يجب ان ننتبه لهذا الامر وان نعي هذه الجوانب كلها فيما يتعلق بحزب الله ايضا اود ان اقول في هذه الليله لاهلنا وشعبنا العزيز في سوريا نحن كنا معكم وسنبقى معكم والى جانبكم وايا تكون التطورات وحيث يجب ان نكون كنا وحيث يجب ان نكون سنكون وفي الاونه الاخيره ايضا ذهبنا الى اماكن لم نتواجد فيها خلال السنوات الماضيه، نحن نعتقد ان هذه المعركه هي ليست معركه الشعب السوري هذا قلناه منذ بدايه دخولنا في هذه المعركه. نحن لم ندخل لاسباب عاطفيه ولا لاسباب شخصيه ولا لاسباب فئويه او طائفيه او حزبيه. نحن دخلنا بناء على تشخيص واضح لم يتغير بل تؤكده وتؤيده الشواهد كل يوم وهو ان الدفاع هنا هو عن سوريا وعن لبنان عن فلسطين عن كل المنطقه فلنضع الاحقاد جانبا ولندرك بوضوح ولنتطلع ببصيره انه لا سمح الله لو امكن لهذه الجماعات المسلحه منذ اربع سنوات الى اليوم أن تسيطر على سوريا ماذا كان مصير سوريا وشعب سوريا وماذا كان مصير لبنان وشعب لبنان وماذا كان مصير المنطقة يمكن أن تنظروا من حولكم لتعرفوا الإجابة على هذا السؤال بالنسبة إلينا هذه قناعتنا وهذه مسؤوليتنا ونؤكد لكم الليلة نحن سوف نبقى نتحمل هذه المسؤولية مهما غلت التضحيات في موضوع لبنان أنا معجل لاخلص قبل الساعة يعني. موضوع لبنان بالتأكيد هناك مسائل كثيرة ومهمة التهديدات الإسرائيلية الأخيرة والسلوك الإسرائيلي الأخير يحتاج إلى توقف والى تأمل. الوضع داخل البلد وضع المجلس النيابي والتشريع وضع الحكومة والتعيينات آفاق الوضع الداخلي الخطة الأمنية في الضاحية الجنوبية المسلسل اغتيال الإخوة الأعزاء في مخيم عين الحلوي موضوعات عديدة تحتاج إلى وقت سأتحدث عنها في الأيام القليلة المقبلة لأنه عندنا مناسبات وأيام تحرير لبنان عام 2000 ومناسبة ستفتح الفرصة لأن نتحدث أكثر في الشأن اللبناني لذلك ساكتفي بالوقت المتبقي لانه بده شويه وقت لاتحدث عن موضوع السلسله الشرقيه والقلمون باعتبار انه هذا موضوع اليوم حساس وشاغل البلد بشكل او باخر. اولا في موضوع القلمون والسلسله الشرقيه أولا أنا لما حكيت قبل مدة عن ذوبان الثلج وقلت أنه في استحقاق جاي بده يواجه اللبنانيين الدولة الجيش المقاومة الناس أهل البلد أنه بعد ذوبان الثلج في استحقاق وبالتالي نبلش خلينا نبلش من هون ما نحن بصدده والآن الحديث عنه في موضوع السلسلة الشوئية والقلمون ما له علاقة بأي شيء آخر. يعني هذا كان حكي قبل إدلب وقبل جسر الشقور. هلا بيطلعوا ناس بلبنان بيقولوا نتيجة الحاجة في الميدان السوري إلى إنجاز معنوي معين، طلبت القيادة السورية من حزب الله أن تفتح جبهة في القلم، حكي فاضي. لأن هذا الموضوع أنا حكيت فيه قبل كل هذه التطورات الميدانية في سوري. إذا ما في ربط بين الأمرين. وإن كان من حيث النتيجة بطبيعة الحال. أي انتصار في أي جبهة من الجبهات سيترك تداعيات طيبة وإيجابية على كل الجبهات الأخرى اثنين لما حكيت أنا عن دوران التلج لأننا كنا على اطلاع على نوايا الجماعات المسلحة أنه هي تحضر بعد دوبان التلج لاعتداءات ولهجمات ولفعاليات وتريد أن تستغل فرصة الربيع والصيف لتغيير المعادلة في المنطقة والمؤشر والدليل على هذا أنه من لما داب الثلج نحن ما هجمنا هن اللي عم يهجموا هن اللي عم بيهاجموا مواقع وهن عم اعتداءات وهم اللي عم قتلوا ناس ب... بعرسال وخطفوا ناس من عرسال هذا كله بعد دوابين الثلج وحتى اليوم مش نحن اللي هجمنا هن اللي هجموا إذا نواياهم كانت واضحة لنا من زمن الثلج عما بعد ذوبان الثلج ثلاثة في موضوع السلسلة الشرقية وفي موضوع القلمون نحن لا نتحدث عن تهديد مفترض أنه قوموا لينا بدنا نواجه تهديد مفترض وإنما نتحدث عن عدوان فعلي عن عدوان محقق وفعلي وقائم في كل ساعة وفي كل يوم وفي كل ليلة يعبر هذا العدوان عن نفسه من خلال وسائل التالية واحد مهاجمة المواقع اثنين احتلال اراضي لبنانية واسعة طبعا من قبل ما نروح نحن على القصير الا في ناس بيقولوا انتم جبتوهم قبل ان ندخل نحن في معركة القصير اساسا كان يوجد مساحة من الارض اللبنانية الواسعة في جرود عرسال هي تحت سيطرة الجماعات المسلحة طبعا كانوا عم يستفيدوا منها لوجستيا ثلاثة الاعتداء على الجيش اللبناني الاعتداء المستمر على الجيش اللبناني أربعة، الاعتداء على المواطنين اللبنانيين قتل خطف سابقا وحاليا ولنا ما جرى في الأسابيع الماضية في عرسال شاهد كبير. خمسة، استمرار احتجاز الجنود اللبنانيين والتهديد بقتلهم وتهديد عائلاتهم واللعب بأعصابهم، وهذا كل يوم عم نشوفه. ستة، قصف المنطقة سابقا والتهديد الدائم بقصفها. لذلك هذه المساله بحاجه الى معالجه جذريه، اذا نحن لسنا امام موضوع اسمه تهديد مفترض حتى يناقشنا احد بالتهديد انه هذا موجود ولا مش موجود، لانه او يعني هذا حيحصل ولا ما حيحصل، لكن نحن نتحدث عن عدوان فعلي قائم وموجود. أربعة الدوله غير قادره على معالجه هذا الامر. ولو كانت قادره لفعلت. ولو كانت قادرة ولم تفعل فهي مقصرة يجب أن تسأل أنه في جنود لبنانيين محتجزين وفي لبنانيين مخطوفين وفي لبنانيين يقتلون في كل يوم وفي ضيعة يعتدى عليها وفي جيش تابع للدولة يعتدى عليه وفي أراضي لبنانية محتلة وانتم ما عم تحركوا ساكن حركوا ساكن لو قامت الدولة وهذا مش حكي للماضي حكي أيضا للمستقبل لو قامت الدولة بمسؤولياتها كلنا سنكون معها وخلفها وإلى جانبها وبد بد هيانا قدامها نحن جاهزين لكن حتى ما نعد ننتظر السراب من الواضح أن الدولة غير قادرة على فعل ذلك خامسا أمام هذا الواقع وأنه لازم هذا الموضوع يتعالج نحن سنذهب إلى هذه المعالجة ولكن نحن لم نعلن شيئا على المستوى الرسمي حتى الان يعني على مستوانا هلا في تحليلات في حكي في مواقع التواصل الاجتماعي في فرضيات وافتراضات هذا موجود وهذا لبنان بعد لكن نحن لم يصدر اي موقف رسمي من حزب الله يتحدث بعد عن هذا الامر هلا بوصل يعني شوي تفصيل لا بيان ولا موقف ولا اي احد ووقف حدا منا وقال سوف نفعل كذا ونبدا من كذا وكذا وكذا. نعم في مؤشرات في تحضيرات الناس عم بتشوفها بتبني عليها انه شو قريبه ساعات ايام اسابيع الى اخره هذا المناخ موجود وصحيح لكن نحن من جهتنا لم نعلن شيئا. اصل اننا سنذهب لمعالجه ما لهذه المشكله هذا محسوم. هذا بالنهاية عدم القيام به وتخلف عن المسؤولية. لكن متى؟ يعني الزمان ما حدا حكي شيء بعد. طيب المكان وين بالضبط؟ أين؟ من أين إلى أين؟ حدود هذه العملية المفترضة سقفها المكاني، سقفها الزماني، مراحلها إلى أين تريد أن تصل أهدافها الميدانية ما حكينا شيء ما قلنا شيء ولا حدا يلزمنا بشيء لا آه حدا يلزمنا بشيء فيما يتعلق بحزب الله لم يصدر بعد أي كلام رسمي حتى حدا يطالبنا فيه أو حتى رأي العام يحاسبنا عليه الآن أو لاحقا وأنا أقول لكم حتى ويحكم أنا من أنه يطلع حدا وينسب بيان لحدا بحزب الله أو إعلام حربي أو علاقات إعلامية نحن لن نصدر بيانا لن نصدر بيانا عندما تبدأ هذه العملية هي ستتحدث عن نفسها وستفرض نفسها على وسائل الإعلام وحينئذ سيعرف الجميع أن هذه العملية قد بدأت أما ما هو هدفها ما هي حدودها مكانها إلى أين تريد أن تصل امتدادها الزمني هذا امر كله نتركه للوقت ولا نتحدث عنه من الان وليس من المصلحه على الاطلاق ان نتحدث عنه من الان. بطبيعه الحال سنسمع وبدانا نسمع يعني في الايام القليله الماضيه وسنسمع لادام الكثير من التهويل ومن التهديد ومن الادانه ومن الوعيد طبيعي. وهي مسألة هي من مسائل الانقسام اللبناني وهي مسألة موجودة لكن كما في مسألة المقاومة نحن حكينا سابقا أنه والله المقاومة ما كانت قادرة تنطر بلبنان ليس في إجماع ولو انتظرت المقاومة ليس في إجماع ما كان صار في مقاومة وكانت إسرائيل اليوم بعدها بلبنان وكملت على كل لبنان وقامت مستعمرات وعملت البدية كذلك في مواجهة هذا التهديد لو كنا نريد أن ننتظر الإجماع لكانت هذه الجماعات المسلحة الآن في الكثير من المناطق اللبنانية دون أن ندخل في أسماء وبالتالي هذا الموضوع نحن إن شاء الله سنذهب إلى معالجته ونتحمل هذه المسؤولية وهذه التضحيات في حدا عادة يطلع بيقول أنتم مين كلفكم نحن يعني إذا حدا ما بده يواجه الخطر، وما بده يواجه التهديد، وما بده يدفع الخطر عن بلده، عن شعبه، عن اهله، ما بده يحرك ساكن هذا شانه. لكن هذا هو تكليف انساني واخلاقي ووطني وديني، ومن يتخلف عن هذا التكليف اذا كان يستطيع ان يقوم به فهو يتحمل كل هذا الجانب في المسؤوليه. نعم، هناك من يقف معنا او يؤدي هذا التكليف على المستوى السياسي او الاعلامي او المسانده الاعلاميه او المسانده الشعبيه او التأييد وكل هذا طبعا مشكور ومطلوب ونحن ممنونين فيه، نحن في هذا الامر ندفع ضريبه الدم ليحيا الناس بامن واستقرار وكرامه، ولا اريد ان ادخل الان بجدل من جاب الثاني ومين فوت الثاني. المنطقه كلها لما بنحط العصبيات على جنب وبنحاول نكون موضوعيين وبنرجع نعمل قراءة للمنطقة من أربع سنين وشوي لليوم الكل يعرف ويكتشف حتى الذين جاءوا بهذه الجماعات المسلحة الذين جاءوا بها إلى المنطقة ليسقطوا أنظمة وليغيروا معادلات أعتقد أنهم الآن فهموا واكتشفوا أن هذه الجماعات هي خارج السيطرة وأنها سحر ينقلب على الساحر وانه ليس لديها قيم ولا ضوابط ولا قانون ولا حتى شريعه ولديها فهم منفر منحرف ومتوحش للاسلام وانها تشكل تهديدا للجميع الى ان يقتنع هؤلاء نحن الذين اقتنعنا منذ مده طويله سنتحمل مسؤوليتنا ونقدم التضحيات في اطار هذه المسؤوليه متوكلين على الله سبحانه وتعالى، واثقين بنصره عز وجل وتأييده لنا، وما النصر إلا من عند الله. في كل معارك الشرف التي يدافع فيها عن الأوطان وعن الشعوب وعن الكرامات وعن الحريات وعن المقدسات، عندما نؤدي هذا الواجب ونصغي لنداء الله، من الطبيعي جدا أن يفي الله بوعده وهو الذي يصدق وعده بان يمن على عباده المؤمنين المجاهدين بالنصر في كل الساحات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته